ده قائد الكوماندوز الاهلاوي اللي بنحتفل النهارده بعيد ميلاده، كابتن عبد الله عبد السلام، كابتن النادي الاهلي وكابتن فريق الطايره للنادي الاهلي. الحقيقه بيعتبر واحد من اساطير الكره الطايره الاهلاويه. النهارده عيد ميلاده، واحنا الحقيقه في المناسبه دي لازم نقول له كل سنه وانت طيب. خدوا بال حضراتكم، يعني احنا على قد ما بنقدر بنجتهد انا والزملاء طبعا كلهم، واساطير النادي الاهلي كتير في كل المجالات وفي كل الرياضات، وعلى قد ما بنقدر بنحاول ان احنا نفتكرهم و يعني نبارك لهم ونقول لهم كل سنه وهم طيبين. خدوا بال حضراتكم، فرقه النادي الاهلي الطايره عامله شغل على اعلى مستوى النهارده، السنه دي يعني محققين ثلاثيه دوري وكاس وبطوله عربيه، وده الحقيقه استمرار لسلسله من السيطره على مختلف البطولات لسنوات ومواسم متتاليه ومختلفه. طيب هو معانا على التليفون، نقول له بدايه كل سنه وهو طيب. كل سنه وانت طيب كابتن عبد الله. حضرتك طيب وبألف صحة وسلامة وهنا، وإن شاء الله تبقى سنة سعيدة كده. وعليك طبعًا. وسنة سعيدة عليك تحقق فيها كل اللي بتتمناه وكل اللي نفسك فيه إن شاء الله. يا رب نعينه عليك إن شاء الله على كل خير بإذن الله. حققت اللي نفسك فيه السنة اللي فاتت الأهم؟ يعني خلينا نسأل على اللي فات الأول. لا والله الحمد لله رب العالمين على كل شيء طبعًا، كل يجيب ربنا خير وكل حاجة بتحصل لنا في حياتنا. نعمة وفضل ونعمة كبيرة عند ربنا سبحانه وتعالى، فالحمد لله على كل شيء. راضي عن إنجازات السنة اللي فاتت كابتن عبد الله، ولا كان في أحسن؟ لا أكيد طبعا الواحد بيبقى بيطلع للأحسن في كل وقت. بيطلع رب العالمين أكيد الواحد بيفكر في يكملها بأحسن صورة، وإن شاء الله ربنا يكرم كده ونحقق كل اللي بنتمناه بإذن الله جميعا. إيه التحديات اللي قدامك وقدام فرقة النادي الأهلي السنة الجاية؟ ونفسك ان ربنا يوفقكم وينجحكم فيها ان شاء الله. ان شاء الله طبعا بطلبوا اول حاجه من ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله. طيب كل سنه وانت طيب كابتن عبد الله، وخلينا خليني بس اقول لحضراتكم برضو يعني من معلومات اللي عن كابتن عبد الله عبد السلام. كابتن عبد الله في 2001 مع فرق الناشئين خد احسن ارسال على مستوى العالم، وكرر نفس الانجاز ده مره